السلام عليكم ومرحبا بكم وويلكم بكم في هدى سكيتشن وهدى كورنر. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد لاصوص ديال الكفته. سو غادي نحتاجو الكفته مطيشه، حكيت 4 ديال المطيشات، البصله، وعندي هنايا التوابل على بركه الله. اوكي، هنايا في الطاوه ولا في اللي غادي تطيبوا فيها، الطاوه ولا كسرونه ولا غادي ديروا البصله هي الاول، الفلوه تشحر مزيان، نزيدو الكفته ديالنا وكان نخليوها تزيد تقلى حتى هي مع البصله. اوكي، ما كنزيدو لا ما لا والو، لا زيت لا توابل، باقي لا والو، حتى تنسجم لينا الكفته مع البصله، كتجي لذيذه بزاف. وكيف ما قلت هاد لاصوص يمكن متعدده الاستعمال. ها هي الباستا ديالنا طلعت، ها هي الكفته ديالنا تقلات، خليوها تقلى شويه حتى تنميكيو الشور بان ما بقى حتى شي كفته ما طيباش ولا ما محمراش. ديالنا صافي شحرات مزيان، غادي نزيدو المطيشه اللي حكينا، 4 المطيشات هنا، وغادي نزيد عليه شي معلقه صغيره ديال الثومه. اوكي، ديكا سكينجبير شويه، نزيد سيلانترو، كندير كلشي عيش عينك ميزان، البزار، البزار تا هو مزيان، غنزيدو عليها شويه ديال الكمون، باستا صوص هادي كتبغي شويه ديال الكمون، هاديكو، هدا التيرميريك خرقو، غادي نحركو هادشي مزيان، نخليو عاوتاني المطيشه ديالنا طيب. وهادشي اللي ينسجم. اوكي، حنا غنخليو نحركوها ونخليو حتى تنسجم هاد السبايسز اللي درنا دابا مع المطيشه، والثوما يزيدو يتقلاو شويه مع الكفته ديالنا. كيف ما لاحظتوا انا ما درتش الملحه، مازال درت التوابل كلها، ما درتش الملحه، الملحه كانت كنخليها حتى ندير صوص الطوماط، وديك الساعات ندير الملح حتى تيتقلى اللحم عاد ندير الملح. ها الكفته ديالنا دابا واجده باش نزيدو صوص الطوماط ونزيدو الملح. اوكي، صوص الطوماط انا كندير اللي ما فيهاش نو سولت ادد، يعني الطوماط ما دايرين فيها لا سولت لا والو، ما يعني كنحاولوا نتفاداو شويه الملح الزايده. اوكي، ميكس. ملحة كدير بينش ساعات على حسب. هذا طلع بالغلية ديالها حتى تنسجم مع صوص الطوماط، تنسجم مع الكفتة. اوكي، الصوص ديالنا طلع، وانتم لاحظتوا ما درتش الزيت، باقي الزيت ما كنديرها حتى حتى الاخر، كفته فيها يعني الشحمه ديالها شويه، كناخذها 10% 10 90 10 فات و 90 لين. سو ملي طلع الغليه شويه هنايا غادي نخليها تغلي شويه ونزيد شويه ديال الزيت البلديه، دابا نخليو الغليه تطلع. نتوما كتشوفوا هي الغليه طلعت، عاد نخليها تغلي شي 5 دقائق هكاك. دابا هاد الغليه طلعت بدات، كنزيد عليها جوج ساشيات ديال السكر باش تحيد هذيك الحموضه ديال المطيشه حتى تنفراليز. ودابا نديرو الزيت ديالنا البلديه، هيكا الصوص ديالنا وجد، نغطيوها ونخليوها 5 دقائق على ما نوجدو الباستا ديالنا، دبل تاي باستا البابيون. هاي الباستا ديالنا، دا
حطيت فيها شويه ديال الزيت البلديه، هي مسلوقه في الملحه، شويه الملحه تبقى هكا في تيبيروار ديال الزاج، كنديرها في الثلاجه هكا. دابا هذا الطبق ديالنا موجود، غادي نصايبو، غادي ناخذ من الباستا جهد العادي يتكال، كتجي بيضة، كتجي زوينة بزاف. كناخدو الصوص ديالنا، شبعوش منه. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، وكتصايب في وقت وجيز. لذيذة. شكرا على المتابعة ديالكم.